بكميات وجرعات محددة يصنع محمد سندوتشات الفول والفلافل وغيرها من الأطعمة الشعبية لتعطي زبائنه المذاق المطلوب دون زيادة أو نقصان. براعته في تقديم الطلبات تخفي حقيقة محمد، طالب العلم المتفوق الذي درس علم النفس خارج وداخل مصر. أنا اشتغلت في الفول والطعمية عشان الظروف مش مساعدة. أعمل إيه أنا حضرتك؟ لازم أنا أشتغل عشان مثلا أصرف على والدتي وأصرف على دراستي، لازم أنا أصرف على نفسي. رحت اليونان، كنت بدرس برضو في اليونان الأساسي، يعني في منطقة اسمها أمونيا، بدرس المخ والأعصاب والأعصاب النفسية والحالة النفسية في الطب. اتخرجت برضو في اليونان باجي عين شمس محاضرات فقط لغير. بعد ما اتخرجت اشتغلت في الفول والطعمية، ما توظفتش، الحكومة تجاهلتني. كنت رايح على شغل لقيت فرصة ان انا اجاهد في دراستي، ففضل من ربنا درست واشتغلت. عمل محمد لا يشغله عن البحث والتقصي للوصول إلى حلم الحصول على الماجستير في علم النفس، فلم ييأس من عدم وجود الوظيفة المناسبة، وأدرك أن في العلم ضالته، حلم أضحى لمحمد قريب المنال. نفسي أنا مثلا أوصل للماجستير، أخذ الماجستير وأوصل للدكتوراه وأكون دكتور كبير الحمد لله. أنا في عمل، أنا بحب الشغل، مش الفكرة أنا شغال في جامعة ومثلا إيه المشكلة مثلا في طالب في جامعة واشتغل، ما هوش عيب. إيه المشكلة مثلا لما أكون مثلا أي واحد في وظيفة تانية وبيشتغل، ما هوش عيب. ما هو لازم الإنسان يشتغل عشان يلاقي، ما حدش يبص له بصة وحشة، وما يلزمنيش مع احترامي لحضرتك الناس اللي أي حد يبص له بصة وحشة. أهم حاجة أنا نفسي، وطول ما بعملش حاجة تغضب ربنا ما يلزمنيش الناس، لأن إن حضرتك الناس كده كده بتتكلم، فإحنا ما يلزمناش كلام الناس، لأن لو حطيت كلام الناس في دماغي مش هروح ولا أجي. تغلبه على نظرة المجتمع السلبية لعمله قد يكون مؤشرا لنجاح متوقع لمحمد، الذي يسعى من دخل عمله البسيط أن يدرس وينال أعلى الدرجات العلمية ثم الوظيفية. محمد محي الدين، اليوم على الحرة، القاهرة.